قسم اللغة العربية الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. النهاردة يا ولاد هنتعلم درس جديد مع بعض بعنوان المد بالواو. احنا كنا أخدنا مع بعض قبل كده المد بالألف والمد بالياء، والنهاردة هناخد المد بالواو، هو آخر نوع من أنواع المدود. طيب المد بالواو هو عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن حركة طويلة. الحركة الطويلة دي بيجي قبلها الحرف الايه؟ الممدود، والحرف الممدود ده بيكون عليه الضمة. طيب تعالوا نشوف مع بعض الأمثلة. أول مثال عندي توت. أنا هنا الحرف اللي مديته كان ايه؟ التاء. نلاحظ كده في الصورة عندنا حرف التاء فوقه الحركة ضمة، ونلاقي الحرف اللي جه بعد التاء حرف الواو، والواو ده هو اللي بنسميه المد بالواو. طيب تاني مثال ظهور. ظهور بنلاقي الحرف اللي عليه الضمة هنا ايه؟ الهاء، وبيجي بعدها المد بالواو. طيب تالت مثال نجوم. الحرف هنا اللي عليه الضمة هو الحرف الممدود، ما ننساش هو الجيم، وبيجي بعده المد بالواو. طيب حاجة مهمة جدا يا ولد عندي، ان انا الحرف الممدود بيجي وبيجي بعده المد، ولازم الحرف الممدود يجي عليه الضمة، ما ننساش دي. ما ينفعش يعني الحرف يكون عليه فتحة ويجي بعده مثلا واو، كده ما يبقاش مد بالواو، بيكون حروف عادية. طيب دي اهم نقطة. تاني نقطة عندي الحرف الممدود مكانه بيكون ايه؟ بيكون بيجي في الاول، اول الكلمة او وسط الكلمة بس، لان ما ينفعش يجي في الاخر، لان لو جه في الاخر ازاي هيجي بعده المد؟ طيب نشوف الامثلة عندي. في كلمة توت الحرف الممدود هنا ايه؟ التاء، جه في اول الكلمة. وفي كلمة نجوم الحرف الممدود هنا الجيم، جه فين؟ في وسط الكلمة. طيب دي تاني نقطة مهمة. تالت نقطة عندي مهمة جدا، حرف الواو او الواو مد بيجي فين؟ بنلاقي ممكن يجي في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، لأنه طبعا بيجي بعد الممدود، فهو بيجي في الوسط أو الآخر، ما ينفعش يجي في الأول. لو لقينا الواو جت في الأول ما تبقاش مد، ولو لقينا الواو جه عليها أي حركة برضو ما تبقاش مد. تعالوا نشوف الأمثلة اللي عندي. حوت. شايفين هنا المد جت في الوسط. طيب الكلمة اللي بعدها مدعو. مدعو هنا الواو جت فين؟ في الآخر. طيب تعالي يا ولاد نحل أمثلة عليهم. أكمل الجدول التالي، عندي كلمات وهنستخرج منها الحرف الممدود ونستخرج برضو المد بتاعها ايه. أول كلمة عندي كلمة لحوم. لحوم الحرف الممدود هنا ايه؟ الحاء. الحاء عليها الضمة، وجت بعدها ايه؟ المد بالواو. تاني كلمة شموع. شموع عندي هنا الحرف الممدود اللي عليه الضمة ايه؟ الميم، ونوع المد فيها مد بالايه؟ بالواو. قصور. قصور الحرف الممدود اللي عليه الضمة الصاد، ونوع المد اللي بعدها مد بالواو. عطور. عطور الحرف الممدود فيها الطاء، والمد اللي بعدها مد بالواو. حقول الحرف الممدود هنا القاف، هو اللي عليه الضمة، وبعده حرف المد الواو. الكلمة اللي بعدها نجوم. نجوم الحرف الممدود فيها حرف الجيم عليه الضمة، والنوع المد فيها مد بالواو. هنا هنكمل الكلمة بنوع المد المناسب. أول صورة عندي صورة عصفور. لاقي هنا نوع المد اللي ناقص ايه؟ أنا نطقت ايه؟ عصفور، مد بالواو. ممتاز، حتى نلاقي الحرف الممدود قبلها عليه الضمة. طيب ليمون. ليمون الحرف الممدود هنا هيكون ايه؟ نوع المد هيكون مد بالايه؟ مد بالواو، والحرف الممدود حتى نلاقي قبلها عليه ضمة، وقلنا الضمة أختها المد بالواو.
كده نكون انتهينا من درس النهارده يا اولاد. Yeah, you could be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could be the world, you could be the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can be the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Steady.